إشاعات كثيرة طالت صحة الرئيس التونسي الباجي قايد سبسي، والتي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية التونسية، بعد أن أفادت تقارير بأنه تعرض صباح اليوم لوعكة صحية حادة استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري. فهذه ليست المرة الأولى التي يثار فيها موضوع صحة الرئيس الباجي، إذ صرح عمر صحابو القيادي في حزب النداء قبل انتخابات سنة 2014 بأن صحة السبسي لا تسمح بقيامه بمهام الرئاسة. من جهته طالب كمال النابلي المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية التي أجريت سنة 2014 بضرورة اطلاع الباجي التونسيين على ملفه الطبي قبل خوض منافسات الرئاسة.